أنني أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية لمناخ كوب 27 في نوفمبر 2022، لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعا. بهذه الكلمات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لقادة العالم لحضور مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية الذي سينطلق في نوفمبر القادم من مدينة شرم الشيخ. الاستعدادات للمؤتمر تجري على قدم وساق في كل قطاعات الدولة، حيث تعكف اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر على مواصلة أعمالها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضور عدد من الوزراء المعنيين بهذا الملف من أجل صياغة عدة مبادرات سيتم الإعلان عنها على هامش المؤتمر في مختلف المجالات. لقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية 2050 كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ، وتهدف للتصدي بفعالية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية. مصر تبنت أيضا مجموعة من البرامج لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق تعافي شامل ومستدام والتغلب على التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وذلك في مجالات عدة مثل قطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة من خلال إقامة محطات للطاقة الشمسية تعد الأكبر في إفريقيا وإطلاق جيل جديد من السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الري الحديث والإنذار المبكر واستنباط محاصيل زراعية جديدة. فضلا عن دعم تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واستراتيجية المساهمة الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص، على جانب آخر تتزين مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوفها من أجل رسم صورة مميزة لمصر أمام العالم من الناحية البيئية والسياحية عن طريق تحولها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، حيث يجري العمل في المنشآت السياحية في سبيل حصولها على العلامة الخضراء والتوسع في عمليات التشجير في المدينة والاتجاه نحو التقليل ثم الاستغناء عن استخدام البلاستيك. فمما لا شك فيه فإن استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 يمثل فصلا جديدا من فصول ريادة مصر للمنطقة والقارة في مواجهة آثار التغير المناخي بهدف تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة تغير المناخ من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.